الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. والله حضورنا في الوقفة الاحتجاجية الرمزية هذه هو معناتها كاحتجاج ورفض للممارسات اللي قامت بها وزارة الصحة ممثلة في مندوبية الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان على إثر القيام ببناء سور حائط ما معرف شنو التسمية نتاعو وشنو هو الهدف منه. نحن رفضنا هذه 5 سنين ناضلوا وفقة زملائنا النشطاء والجمعيات باش ركزوا المستشفى الجامعي ملك سلمان بالقيروان هذي على ما يخفكمش اللي هو على إثر هيبة من المملكة العربية السعودية مشكورة، لكن انفاجوا بعد 5 سنوات انتظار 3 كعبات ياجور وباب حديد وبلاك معناتها حتى كان جات تليقة. دونك خروجنا معناتها صارت بوليميك على وسائل التواصل الاجتماعي تم ترجمتها بوقفة احتجاجية هذية ولن تكون ماهيش الأولى ولن تكون الأخيرة، معناتها فما أكيد باش تكون تحركات أخرى. وأنا كنت قدمت البارح في إدارة الصحة بمطلب نفاذ المعلومة لمعرفة التكاليف الحائط هذية وشكون الجهة اللي أمرت به وكيف عدوا على معناتها مراقب مصاريف، كيفاش تبرر المصاريف هذية، لأنه لا دراسة حاضرة لا برنامج وظيفي لا رخصة بناء لا رفع توبوغرافي بتقديري يدخل في شبهة فساد وشبهة إهدار مال العام. وهذا بتنسيق مع السيد لطفي الهاتفي رئيس فرع المحامين بالقيروان سنقوم برفع قضية في الغرض، وحتى مطالبين الآن سلطة الإشراف إذا كان نيتهم في إنجاز المشروع هذا الدولة التونسية تقوم بدورها، السعودية أعطت فلوس تقوم بالدراسات، أنت قوم دورك، عندك دورك باش تحوز الأرض فعليا مش بصور ضاوي وتقوم بأشغال الربط بشبكات، أشغال الربط بشبكات. أنكم تحضرت في جلسة في الولاية كانت قررت 5 مليون دينار للربط بشبكات، مش غدوة سبيطاريا، قنوات الصرف الصحي، السونيد، الضوء، الغاز، الانترنت، الهاتف، كل ما هو باش كي نبدأ في الاشغال وينتهي يكون كل شيء جاهز. انا مع عواطف الشمطوري فنانه تشكيليه موظفه في وزاره التربيه، كيما ريت وزاره التربيه طايحه كيما الصحه طايحه في القروان كيف جيت اليوم في الوقفه الاحتجاجيه وين السبيطار باش نعبر على مقصودي وين السبيطار وعلى الحيط اللي بنوه اللي هو ما يجيش حتى عبد قليل ما نجمش يبني باب، احنا اللي خلينا رواحنا ضحكه. وهذا قلت قيروان في الاخر بالكل باش نقول لكم باش نطول عليكم، قيروان ميتة، موت سريري، موت سريري على الاخر، مشكم مش تنقذوها وما ينقذها حد حد، خاطر كي ترى الشعب هذايا الكريم هذا الطايفه هذايا اللي جاي باش تضغط بدومه ما عندك باش تضغط عليه، هما شيخين علينا، هما بعباره اوضح شيخين على قرعتنا، يجي يحط لك باب نامبورت كوا، يخل بيبان في السبيطارات والفلوس اللي دفعت من السعوديه تعمل باب كيف نكاكا، ما تعملش باب بالتليكوموند تاخذ قدامه يتحلك، ما تعملش اسانسور يطلعك البريميير والدوزيام والتروازيام. على كل حال اذا كان وصلتوا نهار وتبني سبيطار هذايا ماذا بيا تكون مش ليرجونس لوتا، اول حاجه الريانيماسيون تفغم قروان، تفغم تفغم القروان مسكينه. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.